الرئاسي يطالب برفع الحصار عن درنا ويبدي استعداده لتقديم كل المساعدات التي يحتاجها السكان. البرلمان يؤجل النظر في مشروع هيئة الدستور إلى حين صدور أحكام الطعون المقدمة في قانونية المسودة. شيوخ وحكماء التبو بالجنوب يعلنون عن تأسيس مجلس شيوخ وأعيان التبو في ليبيا لتعزيز المصالحة الوطنية. هذه كانت عناوين أخبار التاسعة من ليبيا بانوراما، وإليكم التفاصيل. طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بضرورة رفع الحصار عن درنا وفتح ممرات إنسانية، مستنكرا في بيان له الاثنين ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية بالمدينة نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل المناطق المجاورة، مناشدا إلى الاحتكام لصوت العقل وتفعيل المصالحة الوطنية. وأبدى الرئاسي استعداده لتقديم كل الدعم اللازم والمساعدات التي يحتاجها السكان والتنسيق مع الأعيان والحكماء لوضع حد لهذه المعاناة القاسية وفق البيان. هذا وكشفت عضو مجلس النواب عن مدينة درنا انتصار شنيب الأحد عن تسلم الأمم المتحدة تقريرا كاملا عن حصار المدينة، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي الجديد غسان سلامة سيتحرك لحل حالة المشاكل ورفع الحصار، داعية من يقفلون الطرق المؤدية إلى المدينة إلى فتحها قبل أن يكون ذلك عن طريق الأمم المتحدة، ويصبح الموقف حسب وصفها في غاية الحرج للقوات التابعة لخليفة حفتر. كما وصف رئيس حزب التغيير جمعة القماط الاثنين في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن حصار درنا ومنع الدواء والغذاء والوقود عن الأطفال والمرضى والشيوخ بأنه عمل أرعن جبان ليس فيه رجولة، مضيفا بقوله أن الحصار لا نرضاه لأي بشر، فكيف بأبناء الوطن؟ من جانبها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الاثنين عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة أهالي درنا، مؤكدة رفضها الكامل لسياسة التجويع وحرمان السكان من الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية. كما وشددت اللجنة على أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها لأي أسباب كانت، باعتبار أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، محذرة في بيان لها من مغبة استمرار فرض هذا الحصار مما قد ينجم عنه من آثار إنسانية خطيرة إذا ما طال أمده، مطالبة بضرورة الإسراع في السماح بتزويد المدينة بالمواد الغذائية واللوازم الطبية والسلع الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية دون تقييد. الإدانات لما تتعرض له درنا من حصار خانق لا تزال في توالي، والمطالبات بفك الحصار الذي يستمر لليوم التاسع في استمرار. وبعد أن حمل أهالي المدينة المسؤولية للجهات الحكومية، أصدر المجلس الرئاسي بيانا طالب فيه بفتح ممرات إنسانية والسماح بوصول الأغذية والوقود، مستنكرا ما آلت إليه الأوضاع ومبديا استعداده بتقديم الدعم والمساعدات والتنسيق مع الأعيان لوضع حد لهذه المعاناة القاسية. قلق بالغ إزاء تواصل الحصار، هذا ما أعربت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة رفضها لسياسة التجويع وحرمان السكان من الغذاء والدواء، وأن هذه الممارسات تعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. أعضاء مجلس الدولة بدورهم طالبوا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك تجاه ما وصفوه بالجريمة النكراء التي هي بصمة عار في جبين كل من سكت عن نصرة درنا في محنتها وفق البيان. بعد كل هذه الضغوطات وبعد 9 أيام وصلت شحنة تقدر ب 130 اسطوانة أكسجين لمستشفى الهريش لإنقاذ حياة هؤلاء المدنيين الذين يعانون ويلات الحصار والحرمان منذ أكثر من عامين.
ومعنا حول هذا الملف سيد منصور بن فايد مدير مستشفى درنا العام. سيد منصور، بداية، كيف هي الأوضاع داخل مستشفى درنا وكيف تأثرت بالحصار المفروض على المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أولا. وعليكم السلام. طبعا والله المدينة هي كلها متأثرة، يعني احنا المستشفى متأثر جدا بالوضع، خاصة عدم إمكانية وصول الأطباء والتمريض لعدم وجود البنزين نهائيا في المدينة. بالنسبة طبعا للشح الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة حاليا بالمستشفى، يعني حتى قلة تردد المرضى في المستشفى لعدم تمكنهم من الوصول يعني عادة يعني. طيب، هل استقبلتم أي حالات مرضية تأثرت بالحصار المفروض على المدينة؟ حالات مرضية تأثرت إلى الآن يعني ما زلنا نتعامل معها، يعني لأن عندنا مخزون دوار يعني الحمد لله تو ما زال ماسكنا يعني، فلعن تو يعني كتأثير الحالات يعني هن الحالات المزمنة زي حالات القلب وحالات هنية، هذه هي أكثر ناس متأثرة يعني، لكن يعني يحاولوا من دعم من المجتمع المدني ومن جمعيات هنا في مدينه درنا يحاولوا ان يساعدوا فيهم، لكن بالنسبه للمستشفى طبعا ما يتوفرش فيه اي ادويه يعني تلقى حلول يعني. نعم، طيب في المقابل هل اعددتم تقريرا كاملا عن اوضاع المستشفى للمنظمات الانسانيه؟ والله ان اتصلت بنا اغلب المنظمات زي الدبليو اتش او زي الصليب الاحمر الهلال الاحمر الليبي، هذول كلهم طبعا اتصلوا بنا وبعثنا لهم جميع احتياجاتنا. اغلب يعني منهم في بلغنا ان الشحن يعني تو الان متوفره وموجوده في مدينه البيضاء، لكن طبعا هي المشكله كلها في ايجاد ممر امن يعني عشان الوصول الى مدينه درنا. طيب، مستشفى الهريش بالمدينة استقبل ما يقارب 130 اسطوانة غاز أكسجين هذه الأيام، هل وصلتكم ثمة شيء منها؟ نعم طبعا هي وصلت اليوم هذه السيارة، نعم استخدمنا مداخلة وعلى أساس بلغت أن نحن اللي كلمونا أمس الغرفة وقالوا لنا نحن ممكن سيارة أكسجين تقدر تطلع وتعبي الأكسجين للمدينة، ذهبت أمس وعادت اليوم ودخلت المدينة وجاءت بالاسطوانات يعني. طيب، ماذا عن الأطقم الطبية؟ هل هناك حلول لتوفيرها داخل المستشفى ومن ثم تقديم الدعم الطبي اللازم للمرضى؟ والله الحلول صعبة طبعا، ان الحلول ان انت عارف انت الحلول ان اي مواطن خاصة في الاستدعاء احنا نديروا في حلول يعني يساعد فينا الهلال الأحمر بالنسبة لحضور المرضى الهلال الأحمر في مدينة درنا. بالنسبة لنا احنا كمستشفى نحاولوا حتى الموظفين اللي عنده بنزين يحمل معاه، لكن المشكله كلها تكون مشكلتنا حتى في الاستدعاء، اذا كان استدعينا في حالات حرجه طبيب اخصائي ولا كذا، فالمشكله هو على الوصول، لان طبعا انت في حاجات يحتاج الى الوصول المبكر للطبيب. نعم. فديما في تاخير عندنا او عدم وجود بنزين او يحتاج مرات حتى يعني المواطن بحد ذاته اذا كان موجود حتى ولو جرعه بنزين في سيارته يعني. نعم، فيما يخص التواصل بينكم وبين المؤسسات الإنسانية، ذكرت WHO تواصلت معكم، فكيف سيكون الحل من قبل هذه المؤسسات في الوقت الحالي؟ الحالي طبعا نحن حسب علاقتنا نحن نحاول ان احنا نتصل بالغرفة، والغرفة يعني تو هي بلغتنا ان عملت رسالة ان بدخول الاحتياجات للمستشفى بعدم منع الدخول ان حيكلفوا واحد من الاشخاص يجد مسؤول عن المستشفى ودخول حاجات إنسانية للمستشفى، فنحن طبعا اتصلنا بهم اليوم وبلغونا الكلام هذا بالهاتف، نحن نرجو طبعا في الحاجة الرسمية تكون إن شاء الله. فالكلام هذا حيبان إن شاء الله غدا إن شاء الله. طيب، بيان المجلس الرئاسي أبدى استعداده الكامل لتقديم المساعدة اللازمة لأهالي درنا، فهل تواصلتم أو تواصل معكم المجلس الرئاسي بالخصوص؟ نحن كانت التواصل طبعا اتصل ممكن هذه من 3 أيام والله 4 أيام اتصل بنا المجلس الرئاسي وبلغوا سألنا على أحوال في مدينة درنا وأي مساعدات، لكن طبعا ما طلبش أي أوراق أو أي شيء يعني، ولا نحن تواصلنا معه بعد. نعم، أشكرك سيد منصور بن فايد مدير مستشفى درنا العام، كنت معنا عبر الهاتف.
سياسيا، التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاثنين مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال زيارة رسمية يجريها إلى تونس، وبحث الجانبان مستجدات الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، إضافة إلى سبل تفعيل مخرجات لقاء باريس، إلى جانب استعراض خارطة الطريق التي اقترحها السراج لإنهاء الأزمة الليبية. سعدنا بلقاء فخامة الرئيس باجي قائد السبسي. بحثنا العلاقات الثنائية سبل تطويرها في مختلف المجالات وبما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين. عرضنا على فخامته آخر التطورات السياسية والمشهد السياسي في ليبيا. ناقشنا تفاصيل خارطة الطريق التي اقترحتها لإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن لاحظنا أن الأمور وصلت أو إلى طريق مسدود. بحثنا أيضا نتائج لقاء باريس واللقاءات الأخرى اللي كانت مع الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية والتي أكدت جميعها أن لا بديل على الاتفاق السياسي، ولا بد أن ينطلق أو أي تسوية تنطلق من هذا الاتفاق السياسي، وإن على جميع الأجسام المبتقة من الاتفاق السياسي القيام باستحقاقاتها لإيجاد تسوية شاملة. كما أعرب السراج عن تقديره لتونس رئاسة وحكومة وشعبا لما قدمته من دعم لحكومة الوفاق الوطني، مثمنا المبادرة التونسية لإيجاد حل توافقي يهدف إلى تخريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. بالمناسبة نعبر عن تقديرنا لتونس الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على ما قدمته من دعم لحكومة الوفاق الوطني. نتمن عاليا المبادرة التونسية لإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية وتقريب وجهات نظر بين كل الفرقاء. أتقدم بالشكر الخاص لفخامة الرئيس الذي وقف معنا منذ البداية بنصائحه وحكمته وبعض نظره. في النهاية قمنا بنقاش عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك في المجال الاقتصادي والأمني، تفعيل الاتفاقيات التونسية بين البلدين الشقيقين، وهناك لجان مشتركة بدأت بالفعل وتجتمع في هذا الإطار. علق مجلس النواب جلسته التي لم تحقق النصاب القانوني لعقدها، وناقش المجلس جدول أعمال سابق. جلسة الاثنين التي كان ينتظر الليبيون أن تناقش قانون الاستفتاء وتقره لتشرع من بعدها المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور، غابت عن أجندة الجلسة، ويزعم البرلمان أنها ليست من اختصاصه وأنه بصدد انتظار أحكام الطعون المقدمة في قانونية الدستور. طار انتظار الليبيين لولادة مسودة مشروع الدستور، وبعد مرورها بعدة مختنقات ومنعطفات على مدى 3 سنوات، ها هي ترى النور باعتماد الهيئة للمشروع في 29 يونيو الماضي، ليصبح المشروع الوليد دستورا دائما للبلاد وقاعدة انطلاق شرعية لبناء مؤسسات دولة القانون لابد أن يمر على الليبيين للاستفتاء عليه وقبول المشروع أو رفضه، ما يضطر الليبيون ومن جديد للوقوف في محطة انتظار أخرى حتى يتم إصدار قانون الاستفتاء من قبل مجلس النواب الذي لم يكتمل له نصاب ولم يفلح في عقد جلسة قانونية لقرابة العام يمنح فيها هذا الجسم الشرعية بتضمين الاتفاق السياسي ويقر قانون الاستفتاء. جلسة الاثنين محطة ترقب الليبيون أن تناقش قانون الاستفتاء، ولكن مصادر من المجلس أكدت أنه لم يكن على أجندتها وأنه ليس من اختصاصهم استصداره، فهو منوط باللجنة التشريعية التي لم تفلح في إنجازه منذ أكثر من 6 أشهر. ومن جهة أخرى، آثر أعضاء المجلس المعطلين للدستور
انتظار أحكام الطعون المقدمة في الدستور بحسب تصريحات عضو البرلمان جبل الشيباني. سلسلة من المعارضات ستطيل وقوف الليبيين في محطات الانتظار، وقد مزقتهم الحروب وأرهقهم الانقسام وأثقلت كاهلهم أعباء الحياة. في سياق آخر، أوضح عميد بلدية مصراتة محمد شتاوي الأحد في مؤتمر صحفي بمقر المجلس البلدي النقاط التي ناقشوها في لقاءاتهم مع وفد المنطقة الشرقية وخلفيات الدعوة وتنسيق لهذه اللقاءات والجهود والمحاولات السابقة لرأب الصدع بين الأخوة الليبيين. في البداية كانت لنا جلسة مع اللجنة المكلفة بالشأن الليبي برئاسة السيد محمود حجازي، تناولنا فيها توضيح وجهة نظر مدينة مصراتة ورؤيتها في بناء الدولة الليبية، لعل أهمها المحافظة على النظام المدني والتداول السلمي للسلطة، والتركيز على أن مصراتة كانت ولا زالت ضد الإرهاب والعنف ومع الحوار والمصالحة الوطنية. وأيضا أكدنا على أننا ضد عسكرة الدولة، وأن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار المتاح لحل الأزمة الليبية حاليا. وأضاف شتاوي أن وفد المنطقة الشرقية وضع شروطا مسبقة للجلوس والحوار، وهذا ما رفضه وفد مصراتة. وبعد الضغط من الجانب المصري عقدت جلسة مصغرة مباشرة بين الأطراف اتفقوا خلالها على جملة من النقاط. فعلا تم عقد جلسة مباشرة مع وفد إخوتنا بالمنطقة الشرقية ودون أي شروط مسبقة، وقد أبدى وفد المنطقة الشرقية في هذا اللقاء حرصه الشديد على اللحمة الوطنية وتأكيده على المصالحة الوطنية، وساق جملة من الاتهامات والمغالطات التي صنعها الإعلام كحاجز بين الإخوة في المنطقة الشرقية ومصراتة، وتم توضيحها والرد عليها، وتم الاتفاق والتأكيد على جملة من النقاط لعل أهمها التأكيد على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي، نبذ الإرهاب والعنف، وقف حملات التأجيج والفتنة وتهيئة المناخ المناسب للمصالحة عن طريق وسائل الإعلام والمنابر المختلفة. تم الاتفاق كذلك على تشكيل فرق عمل تتولى توضيح الصورة وتجميع الأدلة وإبراز الحقائق حول كل الملفات التي تشكل شواغل وهواجس بين الطرفين كالمهجرين والسجناء والمفقودين والإعلام وغيرها. من جهتها استقبلت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي برئاسة محمود حجازي الأحد خليفة حفتر والوفد المرافق له. الجانبان استعرضا خلال اللقاء الذي تم بالقاهرة نتائج الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا، من بينها مباحثات باريس التي عقدت مؤخرا، مؤكدين على استثمار كافة النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد. من جهته أشاد حفتر باللقاء الذي جمع بين وفدي مصرات والمنطقة الشرقية في القاهرة وما ترتب عنه من توافقات. حجازي أكد بدوره على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الرؤى في مكافحة الإرهاب حتى تكون ليبيا دولة موحدة خالية من التطرف داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وأعلن مستشفى الجلال للجراحة والحوادث أنه استقبل 87 قتيلا وأكثر من 200 جريح من قوة حفتر إصاباتهم بين المتوسطة والحرجة خلال شهر يوليو جراء الاشتباكات الدائرة في بنغازي. وأضافت مصادر طبية من داخل المستشفى أن أغلب الإصابات جراء انفجار الألغام الأرضية في مناطق الصبري ووسط البلاد وسيدي خريبيش. التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي الاثنين ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي المكلف محمد الأشطل في طرابلس. اللقاء استعرض تطورات المؤسسة العسكرية وسبل إعادة بنائها وتفعيلها على أسس علمية صحيحة وفقا للاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري المؤقت. وأكد الأشطل استمرار العمل على قدم وساق لتفعيل وهيكلة المؤسسة ونشر وحدات الجيش الليبي في جميع أنحاء
البلاد للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدود الوطن ومقدراته. عقد مجلس جامعة سرت اجتماعه الأول بطرابلس الاثنين بتشكيلته الجديدة، وقد ترأس الاجتماع رئيس الجامعة أحمد المحجوب بحضور وكيل الجامعة والكاتب العام والمسجل العام وعمداء الكليات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام. وتمت خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل الجامعة التي استؤنفت بها الدراسة مؤخرا، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بتوفير الإمكانيات بما يسهم في إنجاح العملية التعليمية. الآن باشرت الجامعة طبعا في بداية أعمال الصيانة، طبعا والتي طبعا كانت تحت إشراف إدارة الجامعة السابقة، اللي نحب نحييها ونشكرها على كل المجهودات تم بذلها. وطبعا ومن خلال استلامنا احنا كإدارة جامعة جديدة بناء على تكليفات سيادة معالي وزير التعليم، طبعا تم استلام الجامعة، واحنا الآن بشرنا في تكملة مشوار ما بدأ به الأخوة الزملاء السابقين، وإن شاء الله نتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا ونكون طبعا على قد المسؤولية ونضع الجامعة على المسار الصحيح استقبالا للعام الجامعي القادم إن شاء الله. في السياق ذاته، تعرضت عدة مقار حكومية بسرت لعمليات سرقة متكررة من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون لم تعرف هويتها. العمليات أثارت مخاوف السكان من عدم تفعيل الأجهزة الأمنية لتأمين المدينة من جهة وعودة تنظيم الدولة من جهة أخرى. المزيد في نص التقرير التالي. خروقات أمنية عدة طالت جلها مقر خدمية بالغة الأهمية لسكان سرت الذين لا يزالون يعانون من عدم توفر الخدمة لهم بشكل جيد بعد تحرير المدينة من تنظيم الدولة العام الماضي. سرقة مبنى الأرصاد الجوية ومحطة كهرباء الخليج البخارية ومصلحة الأحوال المدنية ألقت بظلالها على احتياجات المواطنين، فما إن وقعت هذه السرقات حتى أعلنت الأخيرة تعليق أعمالها عقب سرقة كافة المنظومات من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون. المجلس البلدي أكد بدوره أن الهدف من السرقات تعطيل مهامه، مبديا استياءه من عدم تفعيل الأجهزة الأمنية وتقديم الدعم لها. سوف ننسق مع الجهات الأمنية أن أي شخص يتم إثبات أنه سارق سيتم نشره عبر وسائل الإعلام، وسوف نفضحه من خلال وسائل الإعلام مختلفة، وسوف نبين له أن هذا العمل الذي قام به هو بمثابة العمل الذي كانت تقوم به داعش. داعش كانت تقف ضد قيام الدولة وضد المواطنة وضد المدنية، كذلك الذي يعبث اليوم بمقدرات المدينة نفس العمل هو كذلك يقف ضد الدولة وضد المدنية. تساؤلات تبحث عن أجوبة عما يحدث في سرت، ولمصلحة من يغيب الأمن فيها الذي قد يخدم عودة التنظيم الذي كان قد استولى عليها في يونيو 2015. اتفقت 26 قبيلة من قبائل التبو في القطرون على تشكيل مجلس شيوخ يكون بمثابة الجسم السياسي الممثل للقبيلة، على أن يفوض عددا من أبناء القبائل ليكونوا أعضاء في المجلس الذي يلأى بنفسه عن كافة التجاذبات السياسية باعتباره الجهة الوحيدة التي تمثل التبو. كم هو جميل أن يتوحد الصف وتجتمع الكلمة وتصفو القلوب ويتفق أبناء العمومة في القطرون وفي ملتقى جمع قبائل التبو من مختلف مناطق الجنوب، فاجتمع هؤلاء لتشكيل هيكل داخلي يكون جسما تحت اسم مجلس شيوخ قبائل التبو. نسعى إلى تحقيق السلام حقيقي ودائم في ربوع ليبيا، ندعو إلى المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية وبناء دولة القانون والمؤسسات. دعوة الشباب إلى تحمل المسؤولية التاريخية في عملية بناء باعتبارهم عمادا ورمزا للقوة.
الكيان الجديد جاء بعد عدة ملتقيات واجتماعات دارت على مدى أشهر، اتفقت خلالها 26 قبيلة من أصل 32 قبيلة لاختيار إبراهيم يسكو ليكون رئيسا لمجلس يتكون أعضاؤه من 51 عضوا. اتفقوا قبائل الشيوخ، قبائل شيوخ التبو، على أن يكون الشيخ إبراهيم ورديكو يسكو منسق عام لقبائل التبو، وعلى ذلك يكون الممثل الشرعي لقبائل التبو اللي هو بيكون الشيخ إبراهيم ورديكو، وأي جسم آخر إنه بيكون بيتكلم عن قبائل التبو فيكون إلا يتكلم عن نفسه فقط يعني ولا يمثل التبو. خلال مراسم التنصيب كان لابد من كلمات الثناء والسرور بولادة هذا الجسم السياسي وتلاوة قسم دستوري تبوي تبعه بيان أصدره المجتمعون أكدوا فيه المحافظة على وحدة التراب الليبي والسعي إلى تعزيز المصالحة الوطنية. نبقى في القطرون، حيث قال مدير مكتب شؤون التربية والتعليم بالقطرون حسن عمورة في تصريح لليبيا بانوراما الأحد إن منظمة الهجرة الدولية قدمت 72 جهاز حاسوب لثلاث مدارس، لافتا إلى أن هذه المساعدات جاءت بدعم من الحكومة الألمانية في إطار البرنامج العام للمنظمة في دعم المناطق النائية وتنميتها. ما بين مؤسسة التعليم مكتب التعليم القطرون مع المنظمة IOM تم تجهيز عدد ثلاث مدارس أجهزة حاسوب كاملة، ويتم تركيبها حاليا طبعا في أحد المعامل في أحد المدارس في منطقة البخي، وتم تركيب طبعا في مدرسة قصر مسعود، وبعد أن يتم تجهيز طبعا المعمل هذا. نبقى في الجنوب، حيث قال خميس عريدة المدير المكلف بجهاز الإمداد الطبي فرع فزان إن شحنات من الأدوية ومضادات لدغ العقارب وصلت الخميس إلى المخازن الرئيسية بمدينة سبها، وأضاف عريدة أن العمل جاري على توزيعها على المراكز والمستوصفات الصحية في المناطق الجنوبية. يذكر أن الجنوب يعاني من نقص حاد في بعض المستلزمات العلاجية والوقائية خاصة في أباري والشاطئ ومرزق. بداية الأمر كان ما عندناش مصل عقرب أصلا المنطقة الجنوبية، وقعدنا فترة طولنا حوالي سنة، جانا في نهاية رمضان 2000 جرعة، و2000 جرعة ما تكفيش المنطقة الجنوبية، يعني المنطقة الجنوبية من سبها للقطرون نعطفين، وبنظام درنا برنامج نظام الفوارغ مش يعني ما يطلع هكي ولا هكي، وحاليا يعتبر ناقص 2000 ما يكفنش يعني منطقة جنوبية كاملة، وتو حاليا اليوم الخميس وصلتنا 2000 جرعة ثانية نوزع المناطق وبالفوارق، مش يكون في مصداقية يعني كل اللي يجيب فارغ خدا 100 مثلا يجيب 100 فارغ نعطوه 100 فارغ، خدا 50 يجيب 50 نعطوه 50. افتتح الأحد فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ببلدية نالوت مركزا لرعاية وتأهيل أطفال التوحد بإشراف منظمة دعم الشخصية للتنمية والأعمال الخيرية وحضور وكيل ديوان مجلس نالوت البلدي ورئيسة فرع الهيئة بالبلدية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وقالت مديرة المركز ليلى بن طالب لقناة ليبيا بانوراما إن القدرة الاستيعابية تصل كحد أقصى إلى 50 مريضا، مشيرة إلى أن هذا المركز غير كافي، خصوصا أن عدد المرضى المسجلين داخل منطقة نالوت يفوق 150 مريضا. هذه تعتبر الانطلاقة افتتاح بسيط للمركز ليكون نقطة انطلاق وليكون إعلام لكل من لم يسمع بافتتاح المركز أو بتجهيز المركز، ليكون نقطة انطلاق زي ما قلت لك، لأن بادر إعلام باش يسمعوا اللي قاعدين ما سمعوش ويتواصلوا معنا، هذه رقم واحد، وباش احنا نوصلوا معلومة للناس أن هذا شغل أهلي، احنا جاهزين لاستقبال المساعدات و الإعانة من الجهات الحكومية والأهلية ومن ذوي أصحاب الخير يعني. التاسعة متواصلة وفيها بعض الفاصل. لجنة رعاية الحجاج تقدر تكلفة موسم الحج لهذا العام ب 4500 دينار ليبي.
المصرف المركزي يوافق على استيراد 750 ألف رأس من الغنم قبل حلول عيد الأضحى. هي ليبيا وهي اللي حبيت وهي بلاد القلب مهما ريت. هي ليبيا كل حبايب فيها أهلي وجيراني وهي حلمي نكون أبلة. العديد من المجهودات قدمت للتقليل من أزمة النزوح. مع بعضنا حننهو أزمة النازحين وحنرجع الأمل لآلاف الأطفال ونحقق أحلامهم. عودة النازحين مسؤوليتنا كلنا. الرئاسي يطالب برفع الحصار عن درنا ويبدي استعداده لتقديم كل المساعدات التي يحتاجها السكان. البرلمان يؤجل النظر في مشروع هيئة الدستور إلى حين صدور أحكام الطعون المقدمة في قانونية المسودة. شيوخ وحكماء التبو بالجنوب يعلنون عن تأسيس مجلس شيوخ وعيان التبو في ليبيا لتعزيز المصالحة الوطنية. أهلا بكم من جديد. عقد الأحد بديوان بلدية طرابلس المركز اجتماع موسع لقطاع التعليم بحضور رئيس لجنة التعليم وأعضاء من المجلس البلدي ومدير مكتب مراقبة التعليم ورئيس نقابة المعلمين وعدد من مديري المدارس. اللقاء تضمن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه مديري المؤسسات التعليمية والحلول المقترحة، إضافة إلى بحث دور أولياء الأمور في تدعيم قطاع التعليم.
الاستعداد للفترة الصيفية لصيانة هذه المدارس في الفترة الصيفية بعد انتهاء الامتحانات متاع الدور الثاني لطلبة المدارس. طبعا هذا جاء في نطاق تجهيز أو تهيئة البيئة المناسبة للتعليم للطلبة التلاميذ للعام القادم. طبعا هذه مبادرة بلدية طرابلس مع المبادرة الانتقالية في مجال التعليم. أقيمت أيضا بالمعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس الأحد ورشة عمل للمرة 11 على التوالي تحت شعار مناهج مؤثرة لمستقبل أفضل. الورشة تهدف إلى إعداد خطط دراسية بشكل أفضل للأعوام المقبلة. تقرير زياد الحجاجي. المعهد العالي لتقنيات الفنون بالعاصمة يستضيف ورشة عمل للمرة 11 على التوالي تحت شعار مناهج مؤثرة لمستقبل أفضل، في خطوة تهدف إلى توحيد المناهج وإثرائها بمشاركة الباحثين وأعضاء هيئات التدريس. الورشة سلسلة من مجموعة ورش تم عقدها في السابق على مدار السنوات الماضية. تهتم الورشة بتوحيد المناهج وتحسينها وتطويرها في كافة تخصصات المعاهد التقنية العليا وفي ربوع ليبيا بالكامل. على مدار يومين تستمر الورشة التي تنوعت في محتواها بعديد النشاطات منها العلمية والفنية والثقافية. دورنا في المعهد هو تهيئة المناخ إلى استقبال الضيوف وتهيئة المناخ لإنعقاد الورشة بمجموعة ورش صغيرة للتخصصات العلمية التقنية الخاصة بالمناهج المعاهد التقنية اللي موجودة في ليبيا. مناهج تعليمية موحدة تهدف إلى التأثير الإيجابي على الطالب لضمان مستقبل أفضل هي من أهم المخرجات التي تنظم من أجلها هذه الورش من قبل لجنة المناهج التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني. أعلنت لجنة رعاية موسم الحج التابعة لحكومة الوفاق الوطني الأحد أن تكلفة موسم الحج لهذا العام قدرت ب4500 دينار ليبي، داعين جميع الحجاج الذين وقعت عليهم القرعة إلى سرعة سداد هذا المبلغ بسق مصدق من أحد المصارف التجارية، لافتة في إعلان لها أن إجراءات الدفع ستكون من خلال التنسيقيات المعتمدة بالمناطق. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين عودة جميع خطوط نقل الوقود من مستودع الزاوية إلى طرابلس وعودة خطوط النقل الخام من حقل الشرارة إلى العمل طبيعيا واستعادة الإنتاج بعد ساعات من الانقطاع على خلفية اقتحام مسلحين الأحد غرفة التحكم في الزاوية الخاصة بخط أنابيب حقل الشرارة. المؤسسة أضافت أنها تعمل على التنسيق مع شركة البريغا لتسويق النفط لتفعيل خطة الطوارئ لتزويد طرابلس الكبرى بالوقود بحرا لتعويض الكمية المفقودة عبر الخط. أعلن مصرف ليبيا المركزي الأحد بيع أكثر من 868 مليون دولار لأرباب الأسر حتى نهاية يوليو الماضي ضمن إجراء منظومة النقد الأجنبي للأفراد التي أطلقها في فبراير من العام الجاري عن طريق المصارف التجارية بالسعر الرسمي. كما أعلن المصرف الأحد منحه الموافقة ل54 شركة تقدمت بطلب لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني لاستيراد أضاحي العيد هذا العام عن طريق المستندات برسم التحصيل، مضيفا أن قيمة الموافقات المنوحة بلغت نحو 100 مليون دولار أي ما يعادل تقريبا 750 ألف رأس غنم، لافتا في بيان له أنه اشترط أن تكون عملية التوريد قبل 20
20 من أغسطس الجاري، على أن تتولى وزارة الاقتصاد التنسيق مع الموردين لوضع آلية تضمن وصول الأضاحي وتوزيعها بأسعار مناسبة قبل حلول عيد الأضحى. رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة مواد غذائية من نوع شرائح البطاطس المغلفة أمريكية الصنع، وأوضح المركز أن الشحنة وصلت عن طريق فرع مصراتة. وبين المركز أن أسباب الرفض جاءت لمخالفة الشحنة المواصفات القياسية واحتوائها على مواد غير صحية. ظفر فريق الاتحاد بلقب النسخة 34 لكرة اليد إثر فوزه في المواجهة النهائية على فريق الهلال في المباراة التي جمعتهما على أرضية قاعة غريان للألعاب الرياضية. الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدما بتسعة أهداف مقابل أربعة ليحافظ على تقدمه حتى في الشوط الثاني، منهيا المباراة بعشرين هدفا مقابل 16 ليتوج بطلا للدوري الليبي للمرة التاسعة في تاريخه. افتتح السبت مضمار ميدان الفروسية بزوارة الذي أنشئ حديثا من قبل محبي هذه الرياضة وهوايتها وبعض رجال الأعمال، واعتمد المضمار رسميا من قبل اتحاد الفروسية لتنطلق بعد الافتتاح فعالية سباق خيل زوارة على مستوى ليبيا بمشاركة 50 فارسة. المسابقة التي تستمر 4 أسابيع قسمت على 11 شوطا بمشاركة فئات مختلفة من الخيول الأوروبية والعربية الأصيلة. نهاية التاسعة وإلى عناوينها. الرئاسي يطالب برفع الحصار عن درنا ويبدي استعداده لتقديم كل المساعدات التي يحتاجها السكان. البرلمان يؤجل النظر في مشروع هيئة الدستور إلى حين صدور أحكام الطعون المقدمة في قانونية المسودة. شيوخ وحكماء التبو بالجنوب يعلنون عن تأسيس مجلس شيوخ وأعيان التبو في ليبيا لتعزيز المصالحة الوطنية. دمتم في أمان الله.